ثلاثة أشهر وهذه المرأة تتظاهر وتساند الشباب البصري، ولم يضنها تعب أو يردعها خوف رغم تعرضها لإطلاق النار من قبل قناص وإصابتها بحروق بفعل القنابل الحارقة والمسيلة للدموع، ولا تزال تطالب بحقوقها وبقيادة عراقية خالصة. بحقوقي كنتم يقبون بالشارع، ها وين صار يا دولة؟ ها وما أقبل على كل واحد يجي عنده جنسية من غير دولة يحكمني، ما أقبل. الشمر قاعد يم القناص، انا شفته بعيني بالمحافظه وقلت له الولد ابتعدوا منا القناص والشمر ولكم كبالكم يم اثنين تصوبوا وانا شردت. هاي انا هاشوف هايدي ذبوا علي مال الغاز، هذا كله وجه محترق منه رقبتي، ذبوا علي غنينه مال الغاز فتحوها. احنا هاي الحكومه تعاركت ويانا وسوت علينا مشاكل ما نريدها. المتظاهرون اكدوا على ان الحكومه فاقده لشرعيتها ولا بد من الغاء المحاصصه الحزبيه واعاده تاهيل المصانع والمعامل لتوفير فرص العمل. يبدر من عندهم ماكو فائده لان هم فقدوا شرعيتهم، ما لهم اي شرعيه هسه باتخاذ القرارات. مطالبنا جذريه، مو مطالبنا ما يريد هو يختصرها الي بمياه بماء وكهرباء ومطالب، لا مطالبنا جذريه. اول شيء الغاء المحاصصه الحزبيه كلها اللي دمرت البلاد، الغاء المحاصصة، تشغيل القطاع الخاص والعام. التظاهرات مستمرة وفاء لدماء المتظاهرين الذين سقطوا برصاص الأحزاب الموالية لإيران والتي رفضها الشارع البصري ورفض وجودها واتهمها بسرقة خيرات مدينة البصرة. وفاء إلى دم الشهداء الذين سقطوا من جراء الرمي في المظاهرات المطالبة بحقوق البصرة، ونحن كجماهير البصرة نطالب بتشكيل حكومة بصرية خالصة من قبل جماهير البصرة، وإلا ولن تقوم قائمة لنا، ونحن مستمر في التظاهرات من أجل الوفاء لجماهير البصرة والشهداء والمطالب بحقوق البصرة كاملة بدون أي نقصان أو تنازل عنها. صوت انطلق من حناجر الأبرياء ليحرق هرم الفساد السياسي في البصرة خصوصا وفي العراق عموما، ليرتفع سقف التظاهرات إلى التغيير الجذري في الحكومة. سعد سلطان، أورينت نيوز، البصرة.